شو صاير يا الله؟ سيد بايرام، سيدي بايرام، يا الله. خير سيد عبد، صاير شي؟ سيدي لقيت الباب مفتوح. ناديت لك بس انت ما سمعتني. ما بعرف اذا فايت شي حرامي على البيت او شو يلي صاير، وانت ما بتكون بالبيت بهالوقت. اوعك تقرب على شي، انا جاي. الدنيا وقت شفتك يا روحي انتي. امي يا روحي، امي قلبي قلبي. ست شيرمين، يلا زهرة تعي. أمي شوفي صالح. بعرف بنتي، بعرف. تعرفي؟ الحمد لله يا ربي إنه ما عمل لك شي يا قلبي. وإنتي كيف عرفتي بهي القصة؟ ها؟ حاولت يا قدير، حاولت كتير إني اتصل فيك مبارح. إيه؟ كان في الشرطي عم يسألني أسئلة كتير. زهرة بيعرف إنه مانك هاندا. لحظة بس، كيف عرف ومن وين عرف؟ والله ما بعرف، كان هون من شوي. ايه وعم يلاحقك. سيدي نطرتك هون من وقت ما حكيت معك. شكراً لك، عملت منيح.
انتبه قدامك يا ولد. آسف يا عم، بتمنى لك نهار سعيد. شو ليا؟ ومو بس هيك، وكمان كل العيلة يلي انت عايشة بيناتهم. انت هنيك مانك بأمان أمي، خايفة يصير لك شي هنيك. ما رح يصير شي، لا تخافي. أخوة للبنت قتلوا لصالح بدون ما يتردد مشان يحميني، وما شايفتني وما لم صدقه. طيب لكن ليش هيك كان عم يحكي الشرطي؟ أمي والله ما بعرف، ما رح يصير لي شي هنيك، لا تخافي حبيبتي. طيب بنتي، وبلكي عرفوا إنه أنت مانك هاندا؟ آه؟ شو رح نعمل إذا اكتشفوا إنك مو بنتهم وعم تكذب عليهم؟ ليكي يا زهرة، جيتك لهون كتير خطرة، من اليوم ورايح ما حتبتجي لهون أبداً. فهمتي شو عم قلك؟ أمي رح ضل إجي لهون، ما رح يصير لي شي، بدي طلعك من السجن كمان. بدك تطلعيني؟ إيه لكن. لقينا طريقة أنا وقدير. ما فهمت. رح تقولي إنه صالح يلي عمل كل شي. مستحيل أعمل هيك. ما عنا حل تاني أمي. ما بدي حملوا هالذنب إله. بالنهاية شو ما عمل صالح بضل ابني. ما تطلبي مني أعمل هيك. بس اللي عمله هو. ما في بس يا زهرة، ما في بس. أنا عملت ذنب كبير وما فيني أهرب منه وحمل هذا الذنب لابني. أمي اسمعيني، ليكي ابنك صالح حاول يقتل زهرة، وبحياته ما فكر فيكي لو مرة واحدة، ولا فكر بزهرة لحظة كمان. جاي انتي تفكري فيه هلأ وتضلك بالسجن؟ ليش؟ بدك تضلي عم تعاني كل حياتك بالسجن مشان ما تحطي الذنب على صالح؟ بدك تدفعي تمن اللي عمله هو وأبي؟ أبي مات، صالح مات، أكلوا نصيبهم من الطريق اللي كانوا ماشيين فيه، ونحنا شو لازم نعمل؟ عنا فرصة لنرجع نعيش من أول وجديد، نعيش. أمي اسمعيني. أنتي اسمعيني أمي، نحن ولا مرة بحياتنا كنا عايشين، كنا على قيد الحياة. عنا فرصة نعيش حياة جديدة. رح طلعك أمي ورح نروح من هون ورح نعيش مع بعض. ما فيني، ما بقدر. أنا رح سلم حالي لكان. شو هالحكي زهرة؟ عم قلك رح سلم حالي، رح تضلي محبوسة إذا ما غيرتي إفادتك. إذا ما قلتي له إنه صالح يلي عمل كل شي، صدقيني أنا ساعتها بروح وبسلم حالي وبقول لهم إني انتحلت شخصية، بقول لهم إني خدعت عيلة وكذبت عليهم وبيحبسوني، وإنتي أساساً بالسجن لحتى نموت أمي. أمي لازم تقولي لهم إنه هو اللي عمل هيك مشاني أمي، مشاننا، حقنا إنه نعيش، ليكون عنا فرصة نعيش. ماشي، اتفقنا.
أنا ما سألتك قدام أمك مشان ما أشغل لبالة، بس مين هذا الشرطي وليش عم يلاحق؟ ما بعرف مين وما بيهمني الموضوع قدير، أنا بس بدي طالع أمي ونروح من هون بقى. لوين؟ بدك ترجعي تاخدي دور هاندا؟ لك من وين طلعت لنا هاندا؟ لازم أعرف شو صار مع هاي البنت قدير. زهرة وعديني إنك تنتبهي على حالك كتير منيح، اتفقنا؟ ليكي نحن رح نطالع أمك من هون، ومن بعدها كل شي رح يصير منيح، أنا بوعدك، ماشي؟ فهمي علي؟ تمام. وعد؟ وعد. يلا. ايه وهو؟ شو صار فيه؟ مين؟ قصدي لي 93. هذا 93 يعرف كل شيء. ثلاثة وتسعين. ايه جوكهان زيرم. جوكهان زيرم. ألو؟ يا أم عيون حلوة، هلأ حكيت مع المحامية وقالت لي إنه رح تستلم قضية أمك. عم تحكي جد قضية؟ إيه والله عم بحكي عن جد. ليكي بدي ترتاحي لأنه أمك رح تطلع بأسرع وقت، أنت لا تاكلي هم أبداً، كل شيء. شكراً مني. قدير. اسمعي، رح نطالع أمك بالأول وبعدين رح ناخدك ونروح كلنا سوا من هون، فهمتي؟ رح نروح كلنا من هون. قدير. يا روحي قولي. بدي أسألك شيء. هلأ أنا بعرف اسمه كنية شخص، بس ما لي عرفان كيف أقدر أوصل له. كيف يعني؟ أنت قل لي كيف أقدر أوصل له؟ شو بده يعرفني؟ جربي من الإنترنت يعني. دوري بقائمة الأصدقاء، أعملي لك شي نظرة عليهم. نادر بيك، أهلا وسهلا. أهلا فيك بنتي، نشغل بالي على الجماعة وهن بهذا الوضع. تفضل. شو يا خانم بالمكتب؟ رح خبرها أنك إجي. طيب هاندا وينها؟ ست هاندا بغرفتها. خلص أنت ما تزعجيها لست شوليا، أنا رح شوف بنتي هاندا بالأول، ماشي؟ تفضل. هاندا بقدر فوت؟ فينا نحكي شوي؟ كيفك؟ منيح. انت خجلانه مني شي؟ لا تخجلي. طيب انا فهمك، يلي عشتيه ويلي صار معك والماضي كان بشع، بس نحن كلنا عائله واحده. اتنيناتنا منتفاهم كتير منيح. بعد وفاة أبوكي عملت كل شي بقدر عليه لحتى ما تحسي بغيابه. أكيد يلي عشتي كان صعب عليكي كتير، وأنا زعلت عليكي،
كنت دائما بالنسبة إلي غير الكل، وكتير كنا نتفق سوا، حتى إذا حدا ضايقك بشي كنت تجي تخبريني إلي بدل أمك. وهلأ أنا جاي أقلك إذا احتجتي أي شيء فيك تجي لعندي وتطلبي بدون تردد، اتفقنا؟ قولي لي اتفقنا يا هاندا. نادر؟ آه شوليا، كنا عم نحكي شوي أنا وهاندا من وقت اللي إجت، وأنا زعلان من حالي إنه كيف ما عم بهتم فيها بشكل صحيح. آه شكراً كتير لأنك عم بتفكر فينا. إيه صار كان كيفه منيح؟ منيح. شو رأيك نترك هاندا هون وننزل نحكي تحت؟ طبعاً طبعاً. وهيك تنسي الحكي اللي قلتلك يا؟ ما رح أنسى. إيه صحيح، بالمناسبة رح يجي جينجو لعندكم لأنه ما حب يترككم. شكراً كتير. بالإذن. ها هاي جينجو. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. مساء الخير. مساء النور ابني. أهلا وسهلا. أهلا فيكي خالتي شوليا. نحن وجيرين كنا عم نحكي عن سركان قبل ما تجي. ما في شي جديد، لا تقلقوا. الله يخلي لي اياك يا ابني. شكرا كثير يا جينجو. هاندا وينها؟ هاندا بغرفتها. تسمحي لي اطلع اشوفها واحكي معها؟ طبعا. هاندا كيفك اليوم؟ منيحة. لك كيفك أنت يا أميرة؟ عمو جينزو بتعرف شغلة؟ عمتي كانوا خاطفين ناس شريرين بس أبي أنقذها. بعرف حبيبتي مينة، أبوكي بطل بس عمتي ما عاد في داعي تخاف بعد هلأ لأنه تارتشين رح يحميها. ليكي أنت عملتي شي كتير منيح، برافو عليك. مينة فيك تسمحي لي اقعد شوي واحكي مع عمتك؟ باي عمتو. تصبحي على خير. وانت بخير. كيف صرتي؟ منيحة. كيف صار كان؟ هو منيح؟ ما كتير، هو كتير متضايق لأنه ما عم يقدر يتقبل إنه نهى حياة شخص حتى ولو كان من دون قصده. صراحة يلي صار مع سركان أنا كنت سبب فيه، لأنه الخوف يلي عشته ورجعتك من الموت سببه أنا. شو كنت بتقدر تعمل جينجو؟ كيف يعني شو كنت بقدر أعمل؟ على القليلة كان فيني ما أسمع لسركان هاندا، ما كان لازم خليه لاحق صالح. يعني كنت لازم أفهم إنه أمه كانت عم تكذب، كان لازم أحميكي حتى لو مو صاير شيء. أنا كان لازم أحميكي هالمرة هاندا. أنت من وين كنت بدك تعرف؟ كيف كنت رح تعرف كل هالشي؟ لو صار عليك الشي ما كنت سامحت حالي أبدا. تعرفي ليش؟ لأني ما قدرت أحميكي، ولأني ما قلتلك قديش أنا بحبك هاندا. إيه هاندا هالحكي صح، أنا كتير بحبك. أنا قد ما حاول الإنسان يتخيل اللي صار ما رح يعرف كيف بيكون ليعيشه. أشكن سن كف
ansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel لساتة مثل ما هي. بهذا اليوم وعدنا بعض إنه لو شو ما صار رح نضل جنب بعض. هاندا بعتذر. على شو عم تعتذري؟ هاندا؟ كتير طالعة حلوة. يلا يلا تعي معي. كيف حبيتك بالماضي وضليت حبك بغيابك ولهلأ كمان بحبك. بحبك كتير أكتر من أي وقت. هاندا هاندا نحن كنا حبيبين وكنا نحب بعض كتير. غريب يعني بالعادة حب الطفولة بيروح على الكبر بس وقت شفتك مرة تانية يلي حسيته تجاهك رجع عاش من جديد. وقت شفتك تأكدت من إحساسي لأنه بغيابك كبر هالحب وصار أقوى أكتر. فكرته رح يروح بس ما راح. بالعكس هو عم يزيد كل يوم. جينجو أنا هاندا أنت مانك مجبورة تقولي شي. أنا ما عم قلك هيك لأني بدي مقابل منك أبداً. بس بدي إياكي تعرفي مشان ما أحس بندم بيوم من الأيام لأني ما خبرتك هالشي. لهيك إذا بدك ما عاد أفتح هالموضوع فما رح أفتحه أبداً.